الآن، حيث كشف وزير السكن والعمران عبد الواحد تمار أن حوالي 185 وحدة سكنية جاهزة لكن تنتظر التهيئة الخارجية قبل الشروع في توزيعها، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 33 مليار دينار جزائري لتفادي النقص المسجل في التهيئة. لكن عدنا نقص كبير في التهيئة، احنا اليوم في صدد التصدي لهذا النقص لأنه يطلب أموال كبيرة. عدنا 185 ألف وحدة سكنية منتهية خاصها التهيئة، وإن شاء الله في 2019 سندافع باش نرفع التجميد كما رفعنا التجميد على المدارس، نرفع التجميد على المنشآت الأخرى الصحية والأمنية، لأننا الهدف تاعنا هو تسليم أحياء وماشي تسليم سكنات إن شاء الله.